على وقع إيقاعات الزرنة يستقبل الكبار. عبد القادر شرشام وديب العياشي عملاق الفن بالجزائر المتوجين بمحبة الجمهور وتقديره يكرمان على ركح محي الدين بشطرزي ضمن سلسلة التكريمات التي عودتنا عليها جمعية الألفية الثالثة. كذلك معنا الأستاذ محمد يحيوي. اليوم فكرنا باش نكرموا زوج فنانين كبار من الشرق الجزائري الأستاذ ديب العياشي ومن جزائر العاصمة، فكرنا باش نكرموا فنان عبد القادر الشرشام أحد تلاميذ الحاج محمد العنقاب. اليوم هاد الفنانين أعطوا للساحة الفنية ومن حقهم يتكرموا ويتكرموا في حياتهم ويتكرموا داخل المسرح الوطني، وهذا الفضل يرجع للديوان الوطني للحقوق التأليف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني. بعد مسيرة حافلة تخطت 50 عاما، التكريم أقل ما يقدم لهما. التكريم هذا كيقدروا الإنسان على حسب واش يمد، خاطر حنا حياتنا كاع في هاد الفن هذايا، فهمت ليا؟ الناس ترقد وحنا سهرانين نحفظوا واش نمدوا واش نديروا واش، فهمت ليا؟ هذا الشيء كامل يتسمى وما راحش باطل. التكريم هذا كان في محله، وصل في وقته لقال له الإنسان راه قاعد يكبر، قال له احنا عندنا واحد الزاجل يقول يا ربي انتهى شيبي براسي وصارت لونه بيضة نقية، يا ربي كبرت وقل جهدي وزماني مضى، أعفو عني وتوب عليا. مناسبة لإعادة بعث روح الإبداع ومواصلة المسيرة وللاحتفال بكل ما قدماه من فن راقي. الحق دالفهم الله يبارك إن شاء الله، صافي بليزير والله العظيم. وهكذا كيتفكروه حاجه مليحه، حاجه مليحه يعطيهم الصحه. ولات عاده الالفيه تاع لحكمه السيد علي بن سالم، ولات عاده، ولات عائله واحده. السلام عليكم. لكل مقام مقال، والوقوف من اجل هؤلاء وقفه عرفان يكتب في الارشيف الفني بالبنط العريض.